هدايات الأجزاء. قال الله تعالى: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. قال ابن القيم رحمه الله: ذنوب الخلوات أصل الانتكاسات، وعبادات الخفاء من أسباب الثبات. اعرض قلبك على القرآن وتفحص إيمانك عند تلاوته، وخاصة في مثل هذه الآيات: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم. كنت واقعا في ذنب يشق علي تركه، وفي كل مرة أرتكبه يمتلكني شعور بالضيق الشديد، فتحت المذياع فإذا بقوله تعالى: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم. يرتله أحد القراء بصوت مؤثر جدا، فاقشعر جسمي، وكان ذلك اليوم الحد الفاصل بين المعصية والإنابة إلى الله. من كتاب ليدبروا آياته.